بناية غامضة في الإسكندرية. مرحبا بكم معنا في رحلة قصيرة إلى عمارة العفريت بمنطقة رشدي. وأشخاص بلا مأوى في مدن مصرية. معاناة حياة البدو الرحل. بنعمل عجينة ومن خبزات أنت شايف كده وبنراها كده في الكانون ده في الفرن. في العراق قوارب بخارية بين ضفاف نهر دجلة. وما هي قصة المغربي الذي لا يستطيع رؤية زوجته السورية؟ أنا الشاهد على بي بي سي.